قناة وصفحة. بكل سرور تقدم لكم هذا الشرح. أهلا بكم، مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. النهاردة هنتكلم على تحويل الصوت لفيديو مع برنامج بسيط جدا. هو في أكتر من برنامج بيعمل الخاصية دي، تحويل الصوت لفيديو. البرنامج النهاردة اسمه يو ميوزك، هيكون معاكم الرابط إن شاء الله في الديسكريبشن. روح للبرنامج على طول. تمام، هنفتحه. نمشي بقى بالتاب براوز، اول براوز بيقابلنا ده بناخد مقطع صوت اللي احنا هنحوله. Space. Open dialogue. File. Adam's view list. Name split button. المقدمة. MP3 not selected. المقدمة اللي هي المقطع الصوت اللي بنحطه دايما في الشروحات بتاعتنا. Space. Selected. هنحوله لفيديو. هندوس على Enter. Your music. Source files. بعد ما حددناه. طب انا فاتح الفولدر مسبقا لوقت حضراتكم. يعني احنا بنستعرض عادي جدا بالباك سبيس وبنروح للسي او الدي وماي كمبيوتر او كمبيوتر او زيز بي سي حسب الويندوز عند حضرتك وحضرتك. بعد كده بنختار المقطع الصوت زي ما اخترناه، دوسنا عليه انت. هنروح نجيب الصورة. همشي بقى بالتاب لغاية براوز وهندوس على سبيس. هرجع بالشيفت والتاب. هروح ل بلاي مودرن تك. بلاي مودرن تك هندوس عليها انتر. هنستعرض هنا هنلاقي حاجه لوجو جي بي جي، ودي وقفت عليها بالمسطره وعملت لها سبيس ودوست على انتر. تمام، بعد كده همشي بالتاب لغايه كرييت فيديو. Create video. هدوس عليها سبيس وانتظر لغاية ما تطلع لي الصوت انه هو خلاص حولها. هو بالمناسبة هيطلع لي الديالوج بتاع السيف. Space. Save as dialogue. File name. Combo box collapsed. Edit all in. Blank. تمام. دوس S. S. تمام. هرجع بشيفت وتاب. هنختار المكان. Tree view. Desktop. Adam's view list. Line modern tech. هنحطه في بلاي مودرن تك. انا سميته حرف الاس. تمام، اس. سيف. هدوس على سيف دي او الت واسم المكان ما كنت او ما دخلت الفولدر. هدوس على سبيس وانتظر لغايه ما اسمع النغمه اللي هي الالارم بتاع ان هو خلص. هياخد بعض اللحظات وحسب طول الملف. هنسمع. تمام، هو كده عمل لي الارم اهو. Top. Okay. اوكي. Blank. Finished encoding. Top. Finished encoding. Finish encoding. او يعني اللي هي التحويل. هدوس اوكي وانتر. Your music. واقفل your music واروح على البلاين. B. Line modern tech. تمام. Line modern tech window. Tree view. Quick access expanded. Adam's view list. Logo JPG not selected. اعد الصورة. Space. Selected. SWMV. SWMV ده الملف الفيديو. المقدمة. MP3. والمقدمة. لازم ننتظر لغاية ما يدينا الألارم ده. ولو قفلنا البرنامج قبل ما يخلص هتلاقي حول لك جزء منه مش كله. تمام. بالنسبة للناس اللي كانت بتسأل بقى، لو عندي صورة وأكتر من صورة عاوز أحطها على مقطع فيديو، لا، دي مش البرنامج ده مش بيساعدنا ان احنا نتحكم في الصور او وضع الصور في اماكن او ترتيبها بمعنى ادق. ده هنتطرق له في برنامج تاني في وقت تاني ان شاء الله، لان هو بشوية بيحتاج معرفة حركة الكرسر بتاع الـ NVDA او الجوز. طبعا لو كنت استفدت من الفيديو ده ياريت تعمل لنا لايك
وتعمل اشتراك على القناة ليوصلك كل جديد. شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.